yo puedo crecer. Ven, ven. أنا إن شاء الله هتكلم على الميجور هيموداليس كومبليكيشنز، والفكرة الأساسية من المحاضرة إن إحنا hoping to prevent complications دي إنها تحصل أصلاً. هو أنا هتكلم عن الميجور كومبليكيشنز أو المقصود بيها أكتر الديزاسترز اللي ممكن تحصل، مش الفيري كومن كومبليكيشنز اللي إحنا بنشوفها كتير زي الهايبوتنشن والكرامبس. أنا مالي هغطي الأنفيلاكتيك رياكشنز، هطلع منها على الووتر يونت كونتامينيشن، سيجرز، ديسيكوليبرام سيندروم، تشيست بين، أريثميز أند سادين كارديك ديث أند رابتشر إف فيستولا. Starting by anaphylactic reactions. الحقيقة في نوعين من anaphylactic reactions احنا كلنا عارفينهم ممكن يحصلوا على عين الغسيل وهو بيغسل. Type A anaphylactic and type B. Type A is moderate to severe, ممكن يجي mild symptoms زي itching, urticaria up to anaphylaxis, لكن type B mainly بيبقى mild, ممكن بيجي chest pain and back pain. Type A mainly بيحصل في أول خمس دقايق مع إن في reports إنه ممكن أتأخر لغاية 30 دقيقة. Type B ممكن يجي late شوية. الانسيدنس طبعا بتاع type A is very rare. الكوزز مالي تايب بي بيبقى كومبلمنت اكتيفيشن، في ثيريز كتير لكن الكلام مش واضح قوي، ولكن كله بينزل تحت عنوان كومبلمنت اكتيفيشن. ريجاردنج تايب اي اللي هو السيفير وهو الاساس اللي انا هتكلم عليه، ممكن نتيجه استخدام اثيليكس اوكسايد للتعقيم، الاس انهبيتورز مع بعض انواع الممبرينز عشان اكتيفيشن اوف البراديكاينين سيستم، والاهم البكتيريا الكونتامينيشن اوف الدياليزيت خصوصا مع استخدامنا الهاي فلكس دياليسيس وريوز دياليسيس اللي هي تقريبا مش موجوده دلوقتي. Regarding the management, طبعا بما ان type A هو fatal, type B symptoms is very mild, ف type A mainly بما انه fatal لازم طبعا اوقف الغسيل، لازم اقفل الكلامبس وما ارجعش الدم للعين لغايه ما اشوف ايه السبب، ممكن احتاج up to CPR and even intravenous antihistaminic steroids and adrenaline. Type B mainly بيبقى علاج supportive and symptomatic. الفكرة كلها how to prevent. تايم بي ممكن اغير نوع الممبرين، في ايفيدنس غريب جدا ان الريوز اوف ذا ممبرين ممكن يقلل تايب بي رياكشن، ولكن طبعا محدش هيعمل ريوز للممبرين. تايب اي وهو الاهم هافويد الكوز اللي انا ممكن اكون متوقعه، فالاهم في كل ده هو سيكينج ذا كوز. انا الحاجات دي كلها غالبا احنا ما بنشوفهاش، انا هرجع بس النقطة المهمة في سيكينج ذا كوز هو البكتيريا الكونتامينيشن اوف دايلزيت ان هاي فلكس دايلزيس. طبعا لو في كونتامينيشن في الدايلزيت البرزنتيشن بتاع العين بيختلف على حسب الكونتامينانت ده الليفل بتاعه ايه، فممكن يجيب acute symptoms او chronic manifestations. دي الاكسبوجرز different possible water contaminants، وممكن تجيب ايه يعني الانيميا ممكن تجيب ايه، البون ديزيز، الهيموليسيز، الهايبرتنشن. انا هركز على الحاجتين اللي ممكن يبقوا very acute and maybe a disasters، الهيموليسيز والديث. الهيموليسيز بتكبر نيتريتس وكلورامين، الديث ممكن من الالومنيوم فلورايد توكسينز اند بكتيريا. طبعا في ريبورتس كتير للاوت بريكس حصلت، يعني دي ريبورتس في اليو اس من 1960 ل 2009 على حوالي 400,000 عيان. الريبورتس كلها بتختلف للاوت بريكس بين اندوتوكسين انفكشنز اور كيميكال كونتامينيشن. ايفن على السي دي سي ويب سايتس، على السي دي سي ويب سايت في ريبورتس مفصله على برضه الدالس او البريكس الكبيره المشهوره قوي للكيميكال انتوكسيكيشنز، مركز على الحاجتين الهرموني بالنسبه للووتر تريتمنت يونت. عشان كده معروف جدا ان الووتر تريتمنت يونت في ماكسيمم اكسبتبل كونسنتريشنز للديفرنت ايونز، او يعني هنا مثلا الكونتامينتس اللي ممكن تعمل توكسيستي هيموداليسيس، الالومنيوم الكبر، الحاجات اللي موجوده في النورمال ووتر اللي ممكن تبقى جايه من الميه بتاعت البلديه، كل حاجه لازم يبقى لها ماكسيمم كونسنتريشن اكسبتد. الكترولايتس برضه ليها ماكسيمم كونسنتريشن اند تريس اليمنت. ريجاردنج التوتال فايبل كاونتس اللي هو البيوريتي بتاعت الميه من الميكروبيال اليمنتس، المفروض يبقى اقل من 100 كولوني فيرمون يونت بير يونت بير مل. الاندوتوكسينز المفروض يبقى حوالي اقل من ربع اندوتوكسين يونت بير مل. ده بالنسبه للدايلسيس ووتر. طبعا الستاندرد دايلسيس فلويد برضه ليه نفس الريكومنديشنز او سجشن، مع ان الاندوتوكسين ممكن يبقى اعلى شويه، وطبعا الالترا بيور دايلزيت بيبقى محتاج الووتر تبقى بيوريفايد اكتر. الفكره هنا بقى عشان انا اكتشف كل الحاجات دي او كل المشاكل اللي ممكن تحصل، الفريكونسي بتاع التستنج بتاع اوضه الميه هو ده المهم قوي. التوتال كلورين ماست بي تيستد ات ليست ويكلي. التوتال فايبل كاونت اللي هو البيوريتي من الميكروبس ماست بي ات ليست مانثلي. الاندوتوكسين ات ليست مانثلي. كيميكال كونتامينتس اذر ذان كلورين ات ليست افري 3 مانثس. انا ما اعرفش في حد بيمشي بالفريكونسيز دي ولا لا،
وده ممكن نبقى نشوف الديسكشن بتاعتنا في بعد ما نخلص ان شاء الله. دي شكل الورقه طبعا بتاعت عينه المايه اللي بتيجي. هنا طبعا عايز اقول برضو ان الرياكشن زي ما انا قلت هو ممكن يحصل من دايلازيت، ولكنه مش من دايلازيت بس، ممكن دراجز. في مشهور قوي طبعا الهيبرين ساعات بيعمل فيرست يوز سيندروم، نوت كومن زي ما احنا متخيلين ولكن موجود. ممكن يبقى فيه طبعا البايروجينز او انفكشن او الاريا بوليس هيموليسيس اللي انا هتكلم عليه. تاني حاجه هتكلم عليها في الميجور كومبليكيشنز هي السيجرز. السيجرز انا جايبها بس في الديفرنشال دايجنوزز، منهم الديسيكوليبريم سيندروم اللي انا هفرق الحاجات الثانيه منه دلوقتي. الديسيكوليبريم سيندروم زي ما احنا عارفين طبعا القصه ببساطه ان مع الدياليسيز بنطلع اليوريا ثرو الفلتر، ولكن اليوريا اكستشينج بين الانترا سيلولار فلويد والاكسترا سيلولار فلويد والبلاد از فيري سلو، فده بيرفع اليوريا جوه البرين وجوه التيشوز ان جنرال، فبيرفع الاوسمولاريتي فبالتالي يعمل ووتر اسموزز اند سيريبرال ايديم. العيان بتاعنا ممكن يجي بايه؟ العيان ممكن يجي فيري مايلد سيمبتومز، شويه نوزيا هيديك ديسورينتيشن ريستلسنس، ايفن مي بي فيري سيفير، ممكن يجيب كونفيوجن سيجرز كوما اند ايفن ديث. الديفرنشال دايجنوزز بتاع القصه دي كبير جدا، مع المانيفستيشن اللي بيجي بيها ديسكليرم سيندروم مش سبيسيفيك، يعني خصوصا العيان اللي بيغسل اول جلسه، يعني العيان معاه سبديورال معاه ديسكليبريم جاب المانيفستيشنز دي، ممكن افكر في اي حاجه من دول، منهم سبديورال هيماتوما، يوريميا، وات ايفر بقى لو كان دايابيتك معاه دايابيتك كومبليكيشنز، سي ان اس انسلت، وات ايفر هو هايبوجلايسيميا اند هايبوناتريميا. فبالتالي تو دايجنوز الديسكليبريم سيندروم از دايجنوزز اوف اكسكلوجن، I have to do CNS imaging. في ايفيدنس ان الMRI ممكن يوضح ديسكليبريم سيندروم، بس انا كده كده لازم اصور العيان عشان اكسكلود CNS insult، ولازم طبعا اسحب كل الالكترولايتس اند بلاد شوجر assessment. طيب هعالج ازاي ديسكليبريم سيندروم؟ سيمبتوماتيك تريتمنت، الدايلسيس شود بي ستوب، البيشنت طبعا جاي بالسيفير مانيفستيشنز. طبعا الاي بي سي العاديه بتاعتنا بيتنسي وفي الاير واي، في بعض الناس تستخدم الهايبرتونيك سلاين وذول ايفيدنس ديبيتبل شويه، في ناس تحب تستخدم المانيتول، ده مجرد بس ترايلز موجوده ما اعتقدش برضه حد بيستخدمه. في ناس تستخدم الهايبرتونيك سلاين، واعتقد الاغلب كان بيستخدم الجلوكوز 25%. طيب الفكره برضه تو افويد، افويد ازاي؟ انا هتوقع الديسكليبريم سيندروم في الهاي ريسك بيشنتس. الهاي ريسك بيشنت اللي هو العيان خصوصا العيان جاي اول جلسه اليوريا عنده عاليه، انا مش عايز اعمل رابت ريموفال اوف اليوريا، فالاصح ان انا اعمل في اول جلسه او جلستين سلو يوريا ريموفال. ازاي؟ ان اول جلسه تقريبا تبقى ساعتين، البلاد بامب تبقى سلو او ابتدي سلو وابتدي اعلى واحده واحده، اليوريا ريدكشن ريشيو تبقى حوالي 40%، احاول استخدم فلتر الحجم بتاعه صغير بلس اور ماينس الهايبرتونيك سلاين زي ما اتفقنا. النقطة اللي هتكلم عليها بعد كده هي التشست بين. التشست بين ليه كوزز كتير جدا في العيانين بتوعنا على مكنة الغسيل، ولكن انا ههتم بثلاث حاجات. هبتدي بالستيبل انجينا الاكيد كرونري سيندروم اللي هو الانجينا ان جنرال. طبعا العيان اللي بيجي له التشست بين ديورنج هيموداياليسيز في فلو شارت كبير جدا بهتم بيه قوي بتوع الكارديولوجي اكتر، عشان في الاخر اشخص العيان وابتدي اعالجه، ولكن انا ههتم ازاي اوبزرف او مانج العيان بتاعي لو جاله التشست بين اون ذا سيشن اوف هيموداياليسيز. طبعا هبتدي بالنزل اوكسجين لازم. لو العيان معاه هاي بوتنشال من الانجينال بين او من الابيسود نفسها لازم ارفع رجليه طبعا، ممكن احط سلايم بس اكوردنج الفوليوم ستيتس بتاعت العيان. لو ضغطه اتحسن معايا او ضغطه من الاول ما وقعش ممكن ابتدي ادي سبلينجوال نيتروجليسرين. البلاد فلو ريت طبعا لازم اقللها، والالترا فلتريشن لازم اوقفه لغايه اما الانجينال ابيسود دي تروح، وطبعا لازم اعمل اي سي جي. ريجاردنج سكند ميجور او ديزاستر كوز فور تشست بين هو الهيموليسيس. العيان اللي بيحصل له هيموليسيس غالبا اكيوت هيموليسيس على المكنه غالبا بيجي بتشست بين، ده الاهم، وبيبقى معاه شويه نوزيا وومتنج، والاهم من كده لون الدم في الـ في الـ في اللاين اللي هو بيتحول للتشيري ريد او البورت واين اللي هو بيبقى اللون الفاتح زي ما هو واضح قدام حضراتكم كده. المفروض اعمل ايه للعيان لو انا سسبكتنج هيموليسيس؟ طبعا لازم اوقف الغسيل، ما رجعش الدم للعيان طبعا لان هيبقى فيه هيموليسيس عالي جدا، العيان ممكن اعمل له هايبر كاليميا رهيبه، وهسحب اللاب ميجرز بتاعت الهيموليتيك بلاد ديزيز ان جنرال. هبتدي بقى ادور ايه الكوز، هل هو ميكانيكال اور كيميكال. هبتدي بقى ابص الارتيريال فينس بريشر ايه، ابص اللاينز متوصله ازاي، في لاين مادي ولا لا، وبعد كده هبتدي اتشيك الدايلزيت عشان اشوف الكيميكال كومبوننت بتاعي التمبتشر الكوندكتيفيتي الاوسمولاريتي اند كلتشر. واهم حاجه او اهم ثلاث حاجات او اربع حاجات من الكيميكال كونتامينيشن اللي ممكن تعمل هيموليسيس هو الكبر، الزنك، النيتريت، النيترايت اند الكلورامين.
وبرضه لازم احط في دماغي ان العامل دياليسيس بتاعنا هو بني ادم عادي ممكن يجي له اي ديزيز نوت ريليتد خالص للهيموداليسيس. العيان ممكن يكون حصل له اوتوميت هيموز وتبر ناركوز سيكل سيل انيميا اور اني اذر هيموليتيك كوز اوف بلاد هيموليسيس. السبب الثالث اللي هتكلم عليه في التشست بين واللي يعتبر ديزاستر هو الاير امبوليزم. الاير امبوليزم طبعا هي فيري رير في وجود الاير ديتكتور، ولكن نقول ايه الارياز اللي ممكن يدخل منها الهواء للدايلسيس لاين. نمره واحد طبعا الكونكشن بين السن اللي انا مدخله العين والارتيريال بورت بتاع اللاين. نيجاتيف بريشر ممكن هنا لو في اي انجري في التيوب هنا بتاعت اللاين ممكن تدخل هواء كتير جدا مع نيجاتيف سكشن بتاع البلاد بامب. الانتي كواجيليشن سايد لو انت بتستخدم الانتي كواجيليشن سايد بتاع ايفن الاوتوماتيك خصوصا الاوتوماتيك والدايلايزر خصوصا لو البرايمنج بتاعه ما كانش كويس والتمريض ما كانش يطلع الهواء من الفلتر. العيان هيجي بايه؟ على حسب العيان هو قاعد ازاي على مكنه الغسيل. يعني لو عيان قاعد غالبا الاير امبوليزم هتطلع على السنترال نيرفس سيستم وهيجي بسنترال نيرفس سيستم مانيفستيشنز منتال ستيتس تشينجز يجي بكونفولجنز ايفن اب تو كوم. لو العيان نايم غالبا هيجي بكارديو ريسبيراتوري مانيفستيشنز، يعني ممكن يبقى اكيد هارت فيلير، يجي بالمونري ارتيري هايبرتنشن، بالمونري اديما، سيستميك هايبرتنشن. او لو في بقى بارادوكسيكال امبوليزم لو العيان عنده بقى فيستلس اسف عنده شنط او عنده وات ايفر ايه السبب ممكن يحصل بارادوكسيكال امبوليزم، ساعتها هيجي بيا سنترال نيرفس مانيفستيشنز او بكارديو فاسكولار مانيفستيشنز. هعالج ازاي العيان اللي ممكن يكون جاله اير امبوليزم؟ طبعا لازم اعمل كلامبنج لكل اللاين بتاعي واوقف البلاد بامب. انيم العيان على جنبه الشمال والتشست والهيد تلت داونورد. لازم طبعا اعمل كارديو ريسبيراتوري سبورت 100% اوكسجين اند ايفن اب تو بيركتينيوس اسبيريشن اور اير اوف اير فروم فنتريكلز مي بي ريكوايرد باي ذا كارديو ثوراسيك تيم. اللي انا عايز اركز عليه بقى قوي في الاير امبوليزم مش اللي انا قلته، لان اللي انا قلته تقريبا فيري رير ما بيحصلش. اللي انا اركز عليه ان في ايفيدنس ان ممكن يحصل اير امبوليزم مع المانيبيليشن بتاعنا لاسطره الغسيل، سواء انا بشيلها او انا بركبها، والحاجات دي هتبقى ميزد، الحالات دي بتبقى ميزد مني وممكن ما تتشخص. عشان كده لازم يبقى في بعض البريكوشنز وانا بركب الاسطره وانا بعمل لها مينتنس وانا بشيل الاسطره. انا هركز على بعض النقط الصغيره هنا. طبعا اول حاجه انا بركب العيان الاسطره كوركشن اوف ريسك فاكتورز، انا عندي ديهايدريشن اوف هايبوفوليميا وغالبا العيان بتاعنا ما بيبقاش كده. النقطه الثانيه المهمه proper occlusion of the needle hub، وانا بقفل لازم اتاكد كويس ان النيدل هاب مقفوله كويسه جدا. Sure that all connections are kept tight، يعني ما تبقاش في حاجه لوز ممكن تدخل هواء لاي سبب من الاسباب. ولازم اعمل fully priming واطلع الهواء من كل السيرنجز وانا بدخل وبشوف القسطره شغاله ولا مش شغاله مع العيان. وانا بشيل القسطره هي الاهم الحقيقه. Two approaches لازم اعملهم في نفس العيان وانا بشيل القسطره وانا بشيل الفالزالفا مانوفر، دي مهمه جدا لو العيان كوبتيف معايا، او فول انسبيريشن ويكتم نفسه وانا بشيل القسطره. الحاجتين دول بيقللوا الانسيدنس جدا اوف اير امبوليزم وانا بشيل القسطره. النقطه المهمه بعد كده وانا بشيل القسطره مع العيان، احنا بنحب نتكلم مع العيانين عشان نهديه او نتكلم، لا هو يفضل ان انا اوقف الكلام ولو العيان بيكح اصبر لغايه ما الكحه بتاعته تروح لغايه ما اشيل القسطره. النقطة الأهم بعد كده immediate coverage of the catheter removal site، ما شيلهاش وافضل مستني كده بغير حاجة، لازم على طول اعمل compression for about at least 10 minutes. الحاجات دي كلها ممكن تقلل incidence of air embolism اللي ممكن يبقى misdiagnosed بعد كده والعيان يجيب manifestations. Regarding acute arrhythmias and sudden cardiac death في العيانين، الacute arrhythmias and sudden cardiac death بتمثل حوالي في USRDS report في 2013 27% من الكاردياك من الديثس على الهيموداياليسيس، يعني تقريبا اعلى حاجه فيه. ايه الريسك فاكتورز اللي ممكن تخلي العيان مثلا يدخل في فنتريكل اريثميا او وات ايفر ذا تايب اوف ذا اريثميا؟ يعني الريسك فاكتورز انا هقولها دي مش اكسكلوسيف للفنتريكل اريثميا بس. نمره واحد ممكن الاثيروسكليروزز، الفاسكولار كالسيفيكيشن، ريفت فنتريكل هايبرتروفي، هارت فيلير، وفي ريسك سوري تريجرز كتير. العيان بيبقى عنده الكترولايت ديستربنس، اسيد بيس ديس اوردرز، الفاريشن اوف فلوز اوف الكترولايتس اللي بتحصل في هيموداياليسيس ماشين، وطبعا الايدج بتاع العيان. يعني هنا مثلا رابطين الحدوث الاي اف مع الدايز اوف ذا ويك. لو هتلاحظوا حضراتكم العيان اللي على دايلسيس الاتريال فايبريليشن فيري كومن في الهيموداياليسيس داي، يعني الدايز الاوت اوف دايلسيس الانسيدنس هنا في الاستادي دي كان اقل كتير ان يحصل في اي اف. واما جم بصوا على بيحصل امتى الاي اف ديورنج الهيموداياليسيس سيشن، كل ما بقرب من اخر الجلسه
كل ما الانسيدنس في الاتريال فايبريليشن بيبقى اعلى. يعني هنا برضو في ادي انسيدنس ريبورت تاني، حوالي 38 عيان 77 عيان بيجي لهم انترا اسيمتوماتيك، كان بالهولتر مونيتور انترا دايريتيك سوبرا فنتريكولار اريثميا، وكان ريليتد في الاستادي دي كاردي فاسكولار مورتاليتي اور كوز مورتاليتي في العيانين دول. ولازم ناخد بالنا ان اتس نوت اول اباوت تاكي اريثميز، في ريبورتس كتير جدا العيانين ممكن يجي لهم برادي اريثميز. طب انا هعالج ازاي العيان؟ وات ايفر ذا تايب اوف ذا اريثميا، هو البروتوكول بتاعه زي اي جنرال اريثميا، بس انا زي جنرال بوبيليشن المهم بس اخد بالي من الابروبريت دوز. انا ما بقولش الكلام ده عشان اقول هعالج الاريثميا ازاي، انا بقول الكلام ده عشان افويد، احاول افويد الاريثميا اند سادن كاردياك ديس على المكنه الغسيل، لان كام عيان حضرتك شفته قبل كده اكيد موقف ده حصل، عيان كويس جدا دخل على الدايلسس كويس جدا فجاه العيان اولف صادن مات. يعني هنا في كوت كويسه بيقول most of the systems in place for the care of dialysis patients concentrate on the dialysis procedure، احنا بنركز في الغسيل with most time in dialysis rounds، بنركز قوي في الادكواسي والكالسيوم فوسفيت والانيميا والدراي ويت، بس احنا محتاجين system that will include the evaluation of cardiac risk factors must be developed. عشان كده انا جايب ال recommendations دي او suggestions دي عشان احاول ان انا avoid sudden cardiac death والسادن اريثميز في العيانين بتوعنا. نمره واحد reduce the progression of cardiomyopathy، ان انا check systolic heart dysfunction و diastolic heart dysfunction. systolic heart dysfunction ان انا هعمل assessment ال left ventricular systolic و diastolic function بالايكو طبعا خلال 3 شهور من الدايلسيس انيشيشن وبعد كده كل 3 سنين. diastolic heart dysfunction لو العيان عنده dilated cardiomyopathy we can use carvedilol، و المفروض ان انا اكونسيدر مور فريكوينت هيموداياليسيز عشان اقلل ليفت فنتريكولار ماس. يعني مش مور فريكوينت، هو لو التزم بس بالروتين داياليسيز بتاعه والالترا فلتريشن فوليوم كان كويس هافويد القصه دي. النقطه الثانيه مهم جدا مينيمايز داياليسيز ريليتد اريثما تريجرز، اللي هم مينلي بالنسبه لنا حاجتين الالكترولايتس والالترا فلتريشن. البوتاسيوم اي هاف تو مونيتور البوتاسيوم بتاع العيان وافويد تو يوز لو بوتاسيوم داياليسيز سوليوشن. الكالسيوم افويد يوز لو كالسيوم سوليوشن، سبيشالي لو احنا بندي عيان ادويه اللي بتعمل لونج كيو تي انترفال، خصوصا العيان دول ممكن يبقوا على انتي هيماتكس او اي حاجه من الحاجات زي الدومبريدون وكده اللي ممكن تعمل لونج كيو تي. واخيرا الاي سي دي طبعا الكلام عليها ديبيتابل ومش مكانها في المحاضره ان انا اتكلم عليها بالتفصيل، ولكن ميبي يوز. اخر حاجه هتكلم عليها هي الرابتشر اف فيستلا، في مناظر اقوى من دي بكتير، هي المشكله كلها بتبتدي من المنظر ده اللي بقول تقريبا في 90% او اكتر من العيانين بتوعنا، هو الانيوريزم. الانيوريزم الحقيقه بتتقسم نوعين، ستيبل انيوريزم وان ستيبل انيوريزم. الستيبل انيوريزم ده اللي هو الاوفر لاين سكين از انتكت ما فيهوش بيجمنتيشن، لو عملت ما فيش ايفيدنس كلينيكال في الفيزيكال اكزامينشن اوف الاوبستراكشن، ولا حتى ممكن بالفيستيبولار من فيستيبولز، ده ممكن اقول عليه ستيبل انيوريزم وابقى نوت سسبكتنج الرابتشر بتاعه صح. انما الحقيقه في بقى الانستيبل انوريزم الامبندنج رابتشر ده ولازم اخد بالي منه، لان ممكن الفيستا تبقى محتاجه تتقفل ايفن، ان السكين بيبقى ثين اند شايني. برولونجد ليدنج دي مهمه جدا، بعد ما اشيل السن العيان عمال يبليد برغم ان انا مظبط الانتي كواجلانت بتاعته. الستريشنز اند لابد انلارجمنت، ده المنظر طبعا هنا في ادي كده السكين از فيري شايني و فيري ثين، وادي حتى هنا ابتدى يبقى الامبندنج بوينتس اللي ممكن ترابتشر ابتدت تظهر في العيان. الهوم مسج بتاعتي هي السلايد دي اللي هي بيزك سكيم فور روت كوز اناليسيس، وهي دي الاهم. لما يحصل ادفيرس ايفنتس ديورنج داياليسيس مهم جدا، اول حاجه البيشنت اي هاف تو ستابلايز ذا بيشنت، وبعد كده هسيب التيوب والنيدلينج، وممكن اسحب كلتشر ماشي من المايه اللي عندي فور فول كلتشر اند كيميكال اكزامينشن. بعد كده هيجي هنا الدور بتاع روت كوز اناليسيس تيم، مطلوب منه يعمل اناليسيز للمشكله اللي موجوده عشان اعمل ثلاث حاجات، بروفايدر اند نيرسينج، ان انا اشوف المشكله هل هي في سكيل بروبلم، هل هي في اكويبمنتس ما اتقدمتش للعيان، هل هي في ديلي، واعمل مالتي ديسيبلينري تيم، ان انا ابتدي عشان افويد المشكله دي ابتدي اشوف ايه التيم اللي انا محتاجه من تكنيشنز من نيرسز من وات ايفر ايه هو من فيزيشنز. واخيرا احط بروتوكول اند بوليسي واضحه جدا للمشكله اللي حصلت عشان ما تبتديش تحصل تاني. فالهدف الاساسي من المحاضره النهارده هو بريفنتنج ادفيرس ايفنتس. اند ثانك يو. طبعا بشكرك دكتور محمد على العرض، فيري سمبل وفيري كلير، واعتقد ما فيش